my first day of university. هذا هو اول نهار عندنا في القرايه. غتشوفوني مصيفه ما تخافوش جايز، كاين الحال سخون لحقاش دابا طلعت من الشجر، كيبان لي بلي ما كاينش البرد وبلي الشجر ما كيتحركش، دوكو كاين الحال سخون وديجا كيقتني الحال سخون فاش كنخرج مع 12 واللي ما غادي نخرج مع 12. اليوم الاثنين وقريه من 8:45 حتى 12 قد قد، وعندي دغوا بينال دي زافير. وهذه جايز هي اول سيونس لي هذا العام، قمه دخل زعما انت شي بروف باقي حتى شي حاجه. سو ام سو اكسايتد. دوكو غادي خصني دغيا ندير الماكياج ديالي ودغيا نفطر لحقاش ما خصنيش نخرج بلا فطور. بيسكلي غادي نوريكم شنو ديت معايا بالزربه. هنا عندي سامليب غلوسز، عندي ايربودز ديالي وداك التخربيق، مهم شي لعيبات. هنا جايز عندي بسطامي، عندي هاد جوج كتوبه حتى نجيو ندير لكم اول ديال الكتوبه اللي عندي اللي خديت. وباقي غادي نمشيو انا وياكم من بعد ما نخرجوا من اليونيفرسيتي، غادي نمشيو ناخذوا السيلوات وداك الشيء. عندي فيلي البارفان هادو جايز اللي كنت خديت من مينيسو، ديلانجيت صغيرين لينا كباش نمسح يديا، قرعه الماء فيلي ومضادر، وغادي نزيد السوار ديالي. ولكن لو بروبليم غير هو انني في الشغل ولبيت نمشي للدار يخصني واحد ساعه، وغادي خصني نتقدى لحقاش ما عنديش تقدى. تو غادي نتغدى وغادي نمشيو نتقدى، نمشيو نتقدى وعاد غادي نمشيو للدار. Finally,
غايز ديما عايش بزاف وكنت كنصور لكم تيك توك في المصباح ونوقف في الطويلات كنصور لكم. ولكن المهم انيويز قلت انا بلي ما خصنيش نبقى ناكل برا، انا عارفه بلي ما خصنيش نبقى ناكل برا، ولكن غايز كان في اليوم الجوع وما ديتش معايا الغدا ديالي وديجا كان خصني نتقدى، غادي خصني نتقدى لحقاش غادي نولي نتغدى في المدرسه. عرفت شو صيفطوا لي اونبلو دو طون جديد ثاني، كانت عندي الخميس في العشيه خاوي دابا عمروه لي، ماشي مشكل انا غنتادابط مع داكشي. انا دابا غادي نوض ندير لكم اول، عرفتوا اسي ندير لكم جروسري اول، فغادي نوض غايز دابا ندير لكم اول ديال داكشي اللي تقديت، وهادشي اللي تقديت هو اللي غادي نبقى نصوب به الغداء. كاين عندي في الثلاجه شحال من حاجه زعما زوينه نقدر نصوبها، ولكن داكشي اللي عندي في الثلاجه نقدر نطيبو غير للدار، ما نقدرش نديه معايا. فالحاجه الوحيده اللي كتكال بارده وهي لي سالاد. داكشي علاش غايز جبت نوغات، جبت شوغيمي، ما عرفتش واش الناس وفاقوا عاد نوريكم شنو خديت. بلاتي بلاتي انا ندير انا وياكم واحد اللقمه نتوما، دون ندير لكم جروسري اول ياكم، غنوريكم داكشي اللي خديت، غندخلوا داكشي للثلاجه غنطرفوا الدنيا واحد شويه، غادي خصني نشطب. انتوا شحال غيبه تسكنوا بوحدكم كي خصكم كل نهار تشطبوا؟ وراه ما يمكنش المصيبه ان الارض ما فيها والو، فيها غير تيكا ديال الحوايج وفيها الزغب، عامر زغب مع الشعر اللي كيطيح ليا بزاف. عندي واحد السروال مرقده خصو يتصبن، ما كنحبش نصب البيديه، ولكن ما عنديش ما كنتصابون وخصني شويه ما كنتصابون، بغيت ماما. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، انا غادي ندير واحد الحاجه في الفيديو الجايه، غادي ندير واحد المصيبه في شعري. وبلا ما تقول لي لا لا، شوفوا انا خديت القرار، انا ديجا خديت رونديفو باش غادي نمشي للصالون. سو جايز بغيتو تقولوا لي في لي كومونتير شنو هاد المصيبه اللي نقدر ندير في شعري واللي غتشوفوها في الفيديو الجايه. هادوك المعن غايز هادوك فاش فطرت الصباح وبقي راجع دابا قبيله للدار، انا دابا غادي نغسل. اول حاجه غايز غادي نبداو بالسوغيمي، هذا خديته على قول باش نبقى نديرو في لي سالاد اللي غنديو معايا للغدا. خديت نوغات باش هما نبقى نديرهم في لي سالاد، خديت غرونولا غايز، هادي هي غرونولا اللي كناخد ديما واللي ديما كتشوفوها عندي في الفلوك، فهادي اللي كنبقى ناكل. وخديتها لي باش نجربها باش نديرها حتى هي في لي سالاد، وما عرفتش كيفاش غتكون لحقاش ما كنتيقش في هاد لي صوص، فيا سي ربي تصدق لي. ثاني غايز خديت فرامبواز، عندي غايز طوماط سوريز والخيار والحامض. ثاني غايز خديت هادي كيديروها في لي سالاد، دابا كنت باغي ناخذ ديك المكوره، المهم كنت بغيت ناخذ هذيك ولكن جاتني كبيره بزاف. اخر حاجه غايز خديت الهيرونيك اسيد، عرفتوا هذا شحال كنت باغي نجربه ولكن كان جاني شويه غالي، مي دابا شريته لحقاش غير كان عاجبني. نيكست غايز خديت هذا نبقى ندي معايا واحد كل صباح. واخر حاجه غايز خديت هادو، راه ديما كتشوفوني كناخذهم صوفا ام اي لوف، وغادي ناكل هذا دابا. استفوا غايز هادشي في الثلاجه وندوزو نديرو الحاجه اللي مورا. I can't help but feel the subtleties. So if it all expires, I guess the date's not what it seems. But I can't help it, boy, she says to me. I'm not sure I truly gave my best. Made a home but still feel like a guest. If I've made just one mistake, it's not speaking with my chest. And maybe I'll just cry a little less. باك غايز، المهم باقي على غسلت وجهي ونقيتو مزيان في المود ديال النعاس، بغيت غير ندير سكين كير روتين ديالي ونصوب الغدا ديالي ديال الغدا. اكشلي غايز غادي نصوب الغدا ديال الغدا، داك الغدا ديال الغدا غادي نقسمو على جوج، شويه غنتعشى بيه وشويه نتغدى بيه. المهم غنصوب الغدا والعشاء لحقاش فريمون دابا فيه الجوع، تو غادي ندير سكين كير غايز وغادي نجربو هذا اول مره. قال لك نعم السيدي يساعد على اعاده ترطيب وتنعيم سطح البشره ياك، وقال لك يقلل من الخطوط الرفيعه. انا ما عنديش خطوط اكشلي، فاش كندير بحال هكا كيكون عندي هنا و عندي تحت من عينيا، ولكن ما خصنيش نديرو تحت من عينيا واقيلا انا نو، ولكن المهم مش بونس بلي ما خصنيش نديرو تحت من عينيا. قال لك نديرو جوج مرات في السيمان، يعني ما غنديروش كل نهار، نديروها جوج مرات في السيمان. وفريمون بغيت نتبعو لحقاش اتس هايرونيك اسيد وكنسمع عليه بزاف. سو الحاجه اللي شفت فيها فيه وكاين دا عجبتني هو انه ما كيزيدش لابو، لحقاش انا ديجا لابو ديالي ناشفه، ولكن ما كنحناش تزيد فاش كندير شي برودوي ما كنحناش وجهي يبقى مزيد. غادي ندير the drunk elephant تحت من عينيا، اصلا كان خصني نديرو هو الاول غنسيتو. بيسكلي غايز حطيت كاع داكشي اللي غادي نحتاج باش نصوب الغدا ديالي ديال غدا والعشاء ديالي ديال دابا، حطيتو هنا سو دابا غادي نبدا نقاد داكشي. العشاء ديالي ديال هاد الليله وهذا هو اللي غادي نجي معايا غدا، هذا غادي نديرو دابا في البوكس ديالو.
بوكس باقي واحد شويه خاوي سو قلت نزيد نعمرو بلي نوغات وبالخبز. الا حقاش جايز انا نبقى غدا نهار كامل في المدرسه وخصني نجي نشوع سو جايز حركتهم بالضفات. ما منكم ما عرفتش شتو داكشي اللي طرا ولكن انا مكلخه. انا ما كانش يصحاب ليا باللي انا كنت عارفه باللي الزيت ما خصوش الزيت سخون ما خصوش يدخل عليه الماء ولكن ما عرفتش كيفاش كنت كنفكر ديك الساعه وانا نقول قلت اجي نغسل الماء عليهم الاولين هاد نجلس ناكل لحقاش. جيت هزيت المقله وبديت نخوي فيها الماء سخون وهي المقله يلا محيده من فوق البوطه سو بدات كيطير الزيت وتخبرات عندي الدنيا لايك وكنطل من الشرجم وكنلقى البنات كلهم مع حل الشرجم وكلشي. حيت البنت بعدا وقف الشرجم وكدير بغيتكم غير تشوفوني انا كيفاش درت لايك غوت ولحت داكشي ورجعت سخرت هذا الشرجم وبقيت كنشوف في الزيت كيطير حتى للسما وكنحدو الضو. شوفوا انا عارف راسي مكلخه ياك انا عادي مالك هذه حشو زوينه. anyways guys بيت يلاه نجرب معكم هذه لحقاش هذه خديتها على الله وشوفوا بكثره الخلعه شوفوا الفيرني طابليا من فاري ولكن المهم انا قاتني الجوع غادي ناكلو دابا. so guys this is my salad غادي نجرب هذه ما غاديش ندير على السلطه كلها غادي ندير شويه خبيز وندوق عجبتني غنديرها في السلطه ما عجبتنيش غادي نرجع للثلاجه حتى نشوف مشي للدار وندير لماما ولا شوف شنو ندير لها لحقاش. المهم بسم الله حمد هي راه حامضه وصافي ما فيها حتى جبنة. بس كايندا غود ولكن غادي نديرها شويه ما غاديش نكثر لحقاش انا عارفه راسي الا كثرت من الحاجه ما كنبقاش نحملها. سو باي ذا واي جايز شنو درت في الصلاه؟ درت الخيار درت مطيشه درت الخبز درت ناغيت درت مايس درت هاد العلبات السبانخ ولا ما عرفتش سميتهم اللي خديتهم. اي جايز ذات سول المهم بسم الله اتس غود اتس سو غود. نضرب لها شي تصاويره جايز غادي نتفرج في حريم السلطان وانا كناكل. باش نقول لكم واحد البلان جايز انا حريم السلطان راه نفرج فيه فاش كنت فاش يلاه كانوا كيدوزوا في التلفازه وكنعاودوا كل شهر كنعاودوا كل شهر لحقاش ام اوبسيسد ويد حريم السلطان اند ام اوبسيسد ويد هيام ام اوبسيسد ويد سليمان ام اوبسيسد بهم كاملين حتى انا هي الدوران واخا ما كنحملش لحقاش مكلخه. اند ذيس از ماي بيوتيفول سالاد باك جايز. اكشلي جايز مدرتش لكم ذا اند اوف ذا فيديو زعما ما ساليتش معكم على فيديو كنت بغيت نديكم معايا باش نشريو الادوات ديال المدرسه اولا زعما داكشي اللي كيكون في لاتروس لحقاش ما كانش عندي ومشيت شريتهم وتخيلوني زعما كنت بغيت ندير لكم فلوغ وحنا كناخذوا داكشي ولكن نسيت ما ديتش معايا الكاميرا فخديت جايز داكشي كامل وغادي نوري لكم شنو خديت لا من الكتوبه لا من السيلوات وداك التخربيق نوريكم. فيرست اوف اول جايز غادي نبداو بالكتوبه. اول حاجه جايز عندي هذا فاش كنت كندوز جايز طاش في المحكمه كنت خديته سو هذا كنكتب فيه النوت اللي كيكونوا في الكلاس. المهم هادشي اللي غادي نوري لكم من بعد خديت في سطات في واحد المكتبه في سطات ما عقلتش اكزاكتومون مهم هادشي فاش كنت مسافره. اتس ا ليتل جورنال جايز واكثر حاجه عجبتني فيه هو انه شوفي واحد العيبه هنا كتخشوا فيها الوراق اولا شي حاجه ومن هنا كوير وعنده هاد العيبه مهم واعر بزاف. واكثر حاجه عجبتني هو انه كله فيه اوراق مسطرين بحال هكا سامبل ما مكتوب فيه حتى شي حاجه وهذا جايز باقي ما عرفتش علاش غادي نديرو زعما علاش غادي يصلح. كنت في الاول كنقول اني غندير فيه لي نوت ديال الكلاس ولكن كان عندي هذا هو اللي ندير فيه النوت ديال الكلاس سو هذا باقي ما عرفتش شنو غادي ندير فيه اكزاكتومون. نيكست جايز خديت هاد جوج اللي كيخص ضروري كلنا اي بنت كتقرا في لافاك اي بنت في السوبيريور كيخص يكون عندها هادو ديال لي سوجي. اكشلي جايز عندي جوج نقدر واحد نخدم به دابا كاين واحد في دوزيام سيمستر لحقاش دابا عندي بزاف ديال الجورنال سو بلا ما نبقى نضيع في الكتوبه. فيرست اوف اول جايز خديت هادو عرفتو نقول لكم اول حاجه مشيت كنقلب على ستابيلو ولقيت غير هادو اللي فيهم ثلاثه ديال السلوات زرقين ما لقيتش اللي فيهم الكحل والاحمر وتعصبت ما لقيتش مش مرجان سو خديت غير هادو اللي فيهم السلوات زرقين. ذن جايز خديت هادو ما عرفتش واش غيكتبوا لي مزيان ولا لا مي بوي غادي نجربهم كتبوا لي مزيان ايت بيرفكت ما كتبوش لي المهم خا ما غاديش نحتاج لي كولور كاملين ولكن بما انني كندير جورنالين وداكشي فكيعجبني نزوق واحد شويه. سو بالنسبه للسلوات عندي هاد الجوج. نيكست جايز خديت منجره خديت هادي فيها ثلاثه ديال المنجرات الصغيورين خديت مقص خديت اقلام خديت اربعه ديال الاقلام هادو. اخر حاجه جايز خديتها وهي دي غوم خديت هادو هكا ديال مابيد خديت كيت كات لحقاش بيان سور خصنا ناخذ شي حاجه من سناكس. وبيسكلي جايز هادشي اللي خديت سي يو جايز ان ذا نيكست فيديو.